مرحبا، رح نكون مع دكتور سي كوسموس within everyone's reach مع سيريس بتبلش. نعرف أي متى بتبلش بس ما بنعرف أي متى بتنتهي، لأنه رح نحكي عن جيمس ويب سبيس تلسكوب. شو رح نقول؟ رح نقول إنه تاريخ الإطلاق هو 25 ديسمبر 2021. التكلفة ولحد وقت الانطلاق هو تقريبا $10 billion. وصدقوني I know about it. بين عالم اشتغلوا فيهم مهندسين تكلفة إعادة دول وغيره. المدار رح يدور جيمس ويب سبيس تلسكوب حول الشمس، حول الأرض مع الشمس أكيد، بلاغرانجيان بوينت L2، وهو بيبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. ورح نشوف مع الحلقات اللي رح نشوفهم بعدين قد يعني هيدي المسافة. حجم المرآة الأساسية هي 6.5 متر قطرة ديامتر، ما بعرف إذا غلط بالعربي بس إنه بتسامحوني. اللي بيحمي الشيلدينج الواقي من الشمس هو 59 قدم أو 42 متر و 12 متر عرض وطول. الكتلة الماس تبعه 6500 كيلوغرام. طروني بالحلقة الجاية لدكتور سي جيمس ويب سبيس تلسكوب.